دكتور طمني عن جوزي. والله الحقيقة ما بخفيكي جوزك مخه مضروب، يعني بحاجة لتغيير مخ كامل. ولي على أنتي وقديش بتكلفنا هاي؟ والله حسب المخ اللي بدنا نركب له إياه. أنت بدك مخ ذكي ولا مخ غبي؟ لا طبعا بدي ركب له مخ ذكي. عارف في مخ ذكي عربي وفي مخ ذكي أجنبي، بقى أنت شو بتختاري؟ وشو الفرق بيناتهم دكتور؟ المخ الذكي الأجنبي بشي 150,000، أما المخ الذكي العربي بشي 600-700,000. يوه، وليش بقى كل هالقد غالي المخ الذكي العربي؟ مدام لأنه نحن بنفتح لنا شي 600 رأس عربي لحتى يطلع لنا شي مخ ذكي.